وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة، المرة دي من أكبر صرح ثقافي في العالم كله، هو المتحف المصري الكبير. في مشروعات كده قومية عملاقة ليها دلالة خاصة، مشروعات مرتبطة بهوية المصريين أو ليها رمزية خاصة جدا في قلوب المصريين. بالظبط المشروعات دي بينطبق عليها او التعريف ده بينطبق على المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير مش بس بيحكي تاريخ اجدادنا وعظمه حضارتنا وثقافتنا اللي امتدت على مدار الاف السنين، لكن كل تفصيله هنا في المتحف هي بمثابه رساله خلود للحضاره العظيمه اللي عمرها ما هتموت. مثلا من ورايا هنا نقوش فرعونية، نقوش هيروغليفية بتحمل أسماء الملوك، رسالة خلود للملوك دول إن هم هيكملوا ويعيشوا في تاريخ المصريين إلى الأبد. جوه المتحف تفاصيل كتير جدا، كل تفصيلة بتنبض بالتاريخ، كل تفصيلة تشعرك بالفخر إن أنت مصري وإنك أنت بتنتمي للحضارة العظيمة العريقة دي اللي العالم كله انبهر بيها، العالم كله لم يجد ليها مثيل. لحد النهاردة أسرار الحضارة الفرعونية أسرار عصية على الفهم العالم كله، ياما كتب ياما أفلام اتعملت ياما محاولات لفهم وسبر أغوار الثقافة والحضارة دي، والحقيقة الناس كلها منبهرة بيها. النهاردة وإحنا موجودين في التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، حالة انبهار شديدة جدا بكل مقتنيات بكل محتويات المتحف، حتى بالتصميم اللي اتعمل على أساسه المتحف، بالطريقة اللي بتدخل بيها أشعة الشمس والهواء لكل مكان في المتحف بطريقة فريدة جدا، بالتصميم الهرمي المميز، بالمسلة المعلقة اللي هي أول حاجة بيشوفها الزائر وهو موجود في الساحة الأساسية خارج المتحف المصري الكبير. المسلة المعلقة دي مثلا أول مسلة معلقة في العالم كله معمولة على، وأول مرة يكون في مسلة على جزئين، وعايز أقول لحضراتكم أنه تم ترميمها بطريقة علمية جدا وتجميعها وتركيبها من كذا جزء عشان تبقى بالصورة اللي احنا شايفينها قدامنا، شيء عظيم وشامخ ومبهر. كل جانب من جوانب المسلة عليه اسم مصر بلغات العالم المختلفة. جوه المتحف بقى هتنبهروا جدا بتفاصيل كتير هوريها لكم النهاردة في حلقة 90 دقيقة من داخل المتحف المصري الكبير. وصولا الى فكرة التحنيط اللي بتعتبر سر من اسرار الحضارة الفرعونية القديمة للعالم كله لحد النهاردة بيسعى لفهمها، واللي اعطت لقدماء المصريين والحضارة الفرعونية الخلود اللي لسه لحد النهاردة بنقدر نحتفظ باثار وبنقدر نحتفظ بمومياوات الملوك المصريين، وبنقدر نعرف عنهم تفاصيل كتير جدا وعن حياتهم وعن الفترات اللي حكموا فيها وعن الالهة حتى اللي كانوا بيدينوا ليهم بالولاء أو بالفضل. تفاصيل كتير جدا موجودة داخل جدران المتحف المصري الكبير، وحالة من حالات الانبهار داخل يعني بنشوفها في عيون كل الزوار سواء كانوا مصريين أو أجانب. ده الدرج العظيم اللي يعني يمكن دخل أصبح متوفر للزوار إن هم يشوفوه من أول 1 ديسمبر، من أيام بسيطة جدا، وعشان كده الناس منبهرة بيه ومبسوطة جدا وهي بتتفرج عليه. لسه في تفاصيل كتير هوريها لحضراتكم داخل المتحف المصري الكبير في هذه الجولة. وبالمناسبة إحنا وإحنا ماشيين في حاجات بتعبر عن ثقافة مختلفة، زي ما قلت لحضراتكم أولا فكرة العرض أو فكرة طريقة سرد القصص والحكايات مش مجرد عرض قطع أثرية وفقط، إنما في ثقافة مختلفة هنا في المتحف المصري الكبير، إنه نحكي القصص ونحكي الحكايات من خلال طريقة العرض، من خلال طريقة وضع القطع الأثرية، من خلال حتى الأدوات التكنولوجية المستخدمة. لأول مرة بنشوف شاشات عرض 3D وثلاثية الأبعاد وبتحكي قصص بمنتهى الدقة العلمية والتاريخية عن حياة ملوك من قدماء المصريين وأسرار عن الحضارة الفرعونية القديمة، من ضمنها مثلا الملك توت عنخ آمون اللي عاملين له هنا في المتحف المصري الكبير عرض خاص جدا
وانت بتتفرج على العرض ده كأنك عايش مع الملك توت عنخ آمون، كل تفاصيل حياته وكأنك شايفه بشكل واقعي جدا، وبتكاد تستغرب يعني انه ازاي التكنولوجيا وصلت للدرجة دي وازاي الاتقان كمان وصل للدرجة دي. كمان في خدمات كتير الحقيقة بيستمتع بيها زوار المتحف سواء مصريين او اجانب. الخدمات دي بتشمل منطقة تجارية كاملة، المنطقة دي فيها مطاعم، فيها اماكن للحصول على الخدمات المختلفة، اماكن حتى للراحة عشان الزوار يقدروا يستريحوا ويقدروا يكملوا بقية يومهم ويكملوا جولتهم من غير تعب. برضو الحاجة اللي لفتت نظرنا جدا الجيفت شوب، وهو متجر تقدر من خلاله تحصل على او تشتري بعض الحاجات التذكارية البسيطة كده، لكن مش ده الغريب او مش ده اللافت، لانه اكيد اي متحف في العالم في مكان يعني السوفينيرز او الحاجات التذكارية. اللفت نظري جدا داخل المتجر ده او الجيفت شوب كل حاجة معمولة فيه هي بأيادي مصرية، كل حاجة معمولة بتتباع جوه في الجيفت شوب عاملينها مصريين من محافظات مصر المختلفة، من الصعيد، من الدلتا، من كل مكان. كل محافظة ليها حاجة بتشتهر بيها، ليها صناعة بتشتهر بيها، سواء كانت مشغولات، سواء كانت أقمشة، سواء كانت حاجات ليها علاقة بالورق والطباعة، كل ده هتلاقوه موجود جوه الجيفت شوب. وجولتنا لسه مستمرة معاكم داخل المتحف المصري الكبير. مكملين مع حضراتكم جولتنا داخل المتحف المصري الكبير، جو ساحر، لمحات من التاريخ عظيمة ومميزة جدا. مكان باختصار او كده بكلمات بسيطة يليق بحضارة المصريين اللي عمرها يمتد لآلاف السنوات. مش بس ده المهم او مش بس ده المميز كمان في المتحف المصري الكبير، الشيء المميز الاخر انه هنا في كل الخدمات وفي كل الفاسيلتيز او كل اللي ممكن اي حد النهارده بيجي عايز يقضي يوم في وسط حضارة المصريين، كل الخدمات اللي بيحتاجها بيلاقيها. اللي هيكلمنا اكتر عن الخدمات دي وازاي بيتم ادارتها وازاي بيتم تشغيلها وايه طبيعة الخدمات اصلا هو الاستاذ عمرو عبد الناصر، مدير المعارض المؤقتة وتشغيل استراتيجي. اهلا وسهلا بيك. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ احكي لنا عن الخدمات اللي هنا، والاول احكي لنا ايه المعارض المؤقتة اصلا. احنا في المتحف المصري الكبير بنسعى ان نكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية، بطلها الآثار العظيمة اللي عندنا والعرض المتحفي الرائع، ولكن بيخدم على الآثار والعرض ده مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات وسلسلة من المعارض المؤقتة، زي معرض توت عنخ آمون التفاعلي اللي هو أول معرض من نوعه يحصل في مصر وفي المنطقة. فاحنا الحقيقة سعداء جدا بالإنجازات اللي احنا بنعملها دي، انها في اساسها بتكون بمثابة تشويق للي هيشوفه الناس بعد الافتتاح الرسمي ان شاء الله. العرض توت عنخ آمون بالمناسبة انا متشوقة جدا اشوفه من ساعة ما وصلت النهاردة وانا بدور على التوقيت اللي هيبدأ فيه، لانه بيبدأ في توقيتات متتالية مش كده، واللي انا فهمت انه هو بتقنية الثري دي او ثلاثي الابعاد مش كده، تكلمنا اكتر عنه. احنا دي نوعية من المعارض اسمها immersive exhibitions، يعني معارض بتنقلك من الواقع اللي احنا بنعيشه لواقع مختلف خالص. في الحالة دي احنا في حياة توت عنخ آمون، في زمن توت عنخ آمون بنمر برحلة بصرية وموسيقية وسماعية مختلفة تماما. الحقيقة الفيدباك يعني كان عظيم جدا. واحنا برضو في المتحف المصري بالنسبة للخدمات والتشغيل دايما بنشتغل بستاندردز عالمية. يعني حتى لما عملنا الموضوع التوقيتات ده الناس قالت لنا الناس هتتلخبط وكده، ولكن يعني فعلا الجمهور ضرب مثل في الانضباط وفي المصريين والأجانب.
وكيفية التعامل مع مكان بالهيبة دي والرونق ده. الناس فعلا مبسوطة ومقدرة المكان اللي هي فيه وفخورين ببلدهم والإنجازات اللي احنا بنعملها. هسألك بقى سؤال يعني يبدو ان هو ساذج شوية لكن انت المتخصص، عشان نروح في رحلة عبر حياة توت عنخ آمون ده مش بس محتاج إبهار بصري واستخدام للتكنولوجي، كمان محتاج بتهيألي بحث وتدقيق في المعلومات طبعاً. وانه يبقى الرحلة دي دقيقة جدا بكل تفاصيلها، قدرتم تعملوا ده ازاي؟ الحقيقة طبعا احنا في هو ده معرض ابتدى في مدريد، واحنا طبعا لما جينا نعرضه هنا حرصنا ان احنا نراجع المادة التاريخية بشكل كويس جدا، ولكن برضو احنا هدف نوعية الفعاليات والمعارض دي انها تبني جيل جديد من عشاق مصر القديم. فاحنا فعلا بيطلع الاولاد الصغيرين من عندنا بنخاطبهم بلغتهم، بنثبت ان تاريخ مصر القديمة تاريخ مليان بالعطاء مواكب للتكنولوجيا العصر، وده هدفنا الحقيقة ان احنا الناس بتطلع عايزين يعرفوا اكتر عن توت عنخ آمون، عايزين يعرفوا اكتر. فطبعا عشان نعمل كده رحلة البحث بقى بالظبط يعني بنبني اجيال من ناس مليئه بالشغف تجاه هذه القصه. عشان نعمل كده طبعا في مساحه من الحريه الابداعيه سواء في الالوان سواء في بعض المناظر، مع طبعا يعني ان احنا بنوضح الكلام ده للزوار ان في حريه ابداعيه في العرض، ولكن ما فيش اي يعني معلومات فيها مغالطة أو كده. العرض ده لسن معين ولا لأي حد؟ العرض مفتوح جدا. احنا برضو دي نوعية العرض اللي كنت بقول لك، نوعية الاميرسيف اكزيبيشنز دي لقت رواج في العالم ونجاح في العالم كبيرة جدا، لانها بتخاطب الحواس ومش بس العقل او العين او الحواس كلها. ايه رأيك تفرجنا بقى دلوقتي على، لانه انا شايفة هنا في متجر الناس تقدر تاخد منه سوفينيرز وتشتري حاجات، وبعدين انا هطلع اشوف العرض بتاع توت عنخ آمون. يلا بينا. بقى هنا داخلين على المتجر او الجيفت شوب، شايفه الناس مقبله قوي انها تدخل، واضح فيه سوفينيرز يعني متحمسه قوي يشوف ايه اللي جوه. التجربه دي فكرتم فيها ازاي، او اصلا ايه طبيعه الحاجات اللي بتبقى موجوده في الجيفت شوب؟ احنا بالنسبه لنموذج التشغيل في المتحف المصري الكبير احنا بنحاول نفكر في التجربه متكامله، من اول ما الناس وهي في البيت ايه المعلومات اللي بيوصل لها، لحد ما يحجزوا التذاكر بيوصلوا ازاي، بيركنوا فين، بيوصلوا لهنا ايه، بيجي بيشوف كل حاجه إيه. سهله قوي بالمناسبه. بنحاول على قد ما نقدر ان هي تكون المتحف تجربة القديم. يعني احنا بنحاول شوية. نتعلم من التجارب المختلفه وفي الاخر نقدم تجربه متكامله بيوصل طب هياكل ايه، تعب هيقعد فين، عايز شاف حاجة ملفتة في المعارض عايز ياخد منها سوفينير، ايه نوعية السوفينيرز. والاهم كمان من كده ان احنا بنعتبر المتحف المصري الكبير منصة يقدر المصريين كلهم يعبروا عن ابداعاتهم. يعني احنا بنكون بمثابة جسر ما بين، او بنحاول نكون بمثابة جسر ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. وده واضح قوي على فكرة حتى في تصميم المتحف نفسه، تحس انه حاجة عصرية جدا وفي نفس الوقت حاجة معبرة جدا ومجسدة جدا للتاريخ. بالظبط بالظبط. طيب طبيعة الحاجات السوفينيرز او الحاجات التذكارية الموجودة هنا، يعني انا شايفة مثلا دول لوحات مش كده؟ دول صور. عندنا احنا مفيش منتج هنا ما صنعوش واحد مصري، كل ده عاملينه مصريين، منتجات مصريين، شركات مصريه. أوكي. نتعامل مع فنانين من كل انحاء مصر بحيث ان فعلا ده يبقى منتج مصري بالكامل، يعني منتج اللي عمله الاف السنين من الخبرات ما هياش حاجه معموله بره وبنستوردها. فالناس اللي فعلا التمثال اللي بيشوفوه فوق بيجي يشوف التمثال الصغير السوفينير عامله واحد مصري زي اللي صنع التاريخ وحضاره اجدادنا. طب معلش انا عجباني جدا اللوحات دي،
أو الصور دي خطيرة. شفنا الصور واللوح، هنا بقى دي أقمشة، مشغولات من الواضح، مخدات، كل حاجات اللي هي بقى الحاجات اللي فيها الأقمشة والقطن المصرية أكيد. أوكي، مصريين، كل صنع يدوي، يعني أغلبه يدوي بس 100% صنع مصري بمحافظاتها. يعني نشوف كل محافظة مشهورة بإيه، شاطرة في إيه، بنحاول ننمي المهن دي بإن إحنا نكون منصة إن العالم كله يشوفها ويسندها ويدعمها. إقبال بقى الأجانب وزوار المتحف على الجيفت شوب هنا وعلى الشراء للمنتجات دي إيه؟ الحقيقة الإقبال قوي جدا، الناس يعني دايما بتاخد يعني بتحكي، بنعتبر ان المنتجات دي بتحكي قصص زي الـ الاثار بالظبط، لانها بتحكي قصه المصري المعاصر. فالناس فعلا بتحب تاخد سوفينير من الجسر ده ما بين الماضي والحاضر. طيب، ده الجيفت شوب. انا كمان شفت في الممر التاني مطاعم، اماكن للاستراحه، اماكن للاكل. برضو التشغيل ده اكيد ماشيين على خطوات معينه بحيث انه التشغيل كله يبقى متكامل. تكلمنا زي ما قلت حضرتك، احنا بنحاول نفكر في كل حاجه ممكن يحتاجها الزائر، وفي نفس الوقت بنقوم بدورنا كمنصة بتنهض بمصر وبتنهض بالفنان المصري والحرفي المصري. فكل المطاعم والمحلات اللي عندنا هنا 90% منها مصرية، عمالة مصرية، لا المتاجر نفسها براندات مصري. بنحاول نبقى يعني زي فاترينا بأحسن الحاجات اللي بتقدمها مصر ثقافتنا للعالم من خلال الجزء التجاري ده. فعندنا محلات مشهورة مثلا في منتجات معينة، بنخلق لها المكان اللي تقدر توصل بيه للعالمية. متحمس قد ايه للافتتاح؟ جدا جدا جدا، يعني بقالنا الحقيقة يعني سنين طويلة بنشتغل واحنا حاليا في التشغيل التجريبي ده. التشغيل التجريبي اهميته ان احنا نبقى مستعدين تماما للافتتاح الرسمي. احنا هو تجريبي وتدريجي، يعني فتحنا في الاول كنا فاتحين ايفنتس صغيرة، فعاليات صغيرة، لجولات ارشادية، زي ما حضرتك شايفة المعرض المؤقت اللي هو طبعا عليه ضغط كبير جدا. فبنحاول نتعلم من الـ الخبرات دي كلها بحيث نبقى مستعدين تماما للافتتاح الرسمي ان شاء الله. تحفة تاريخية بكل المقاييس، الدرج العظيم اللي تم افتتاحه أول ديسمبر الشهر اللي احنا فيه ده، تم افتتاحه ضمن إطار العرض التجريبي أو الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير. عايز أقول لكم أن كل الزوار اللي موجودين هنا النهاردة سواء مصريين أو أجانب منبهرين جدا بالدرج العظيم وبتفاصيله وبالتماثيل اللي فيه وبالترتيب وبالحكاية اللي بتتحكي واللي بيشعر بيها كل زائر موجود في المتحف المصري الكبير. حكاية أجدادنا
المصريين وحضارة عمرها آلاف السنين. هتكلمنا أكتر عن العرض المتحفي وكم قطعة بقى أثرية نتوقع أن احنا نشوفها في المتحف المصري الكبير وقت الافتتاح إن شاء الله، والطريقة اللي بيعرضوا بيها وسيناريوهات العرض والتكنولوجيا، لأن بالمناسبة أنا ملاحظة هنا أنه في المتحف المصري الكبير في حرص كبير قوي على استخدام التكنولوجيا والوسائل الجديدة والمتطورة والعصرية في العرض، وده اللي جاذب زوار كتير حتى من ضمنهم الأطفال وصغار السن. وإحنا من ساعة ما وصلنا وعمالين نشوف طلبة مدارس حتى جايين بيزوروا وبيتفرجوا على المتحف المصري الكبير، كل ده وإحنا لسه في إطار العرض التمهيدي أو التجريبي أو التشغيل التجريبي. دكتور منى نعمان، أهلا وسهلا بحضرتك، مدير العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير، منورانا على شاشة المحور. أهلا وسهلا بقناة المحور وفي المتحف المصري الكبير، منورنا، وإن شاء الله العرض بتاعنا ينال إعجابكم إن شاء الله. جدا. تعالي نبدأ الأول بالدرج العظيم، لأنه حاجة مبهرة جدا وده أجدد حاجة دلوقتي في المتحف. الدرج العظيم هو نوع من أنواع العرض المختلفة بالنسبة لقاعات العرض في المتحف. هو زي ما حضرتك شايفة مجموعة من السلالم بتؤدي في النهاية لواجهة زجاجية بتنتهي بفيو جميل جدا على أهرامات الجيزة. وبعد كده الزائر بيقدر إن هو يستكمل الزيارة إن شاء الله في الافتتاح الكامل إن شاء الله للمتحف، ويدخل لقاعات العرض الرئيسية بتاعتنا، منها قاعة عرض توت عنخ آمون هتبقى على ناحية اليمين، وقاعات العرض الرئيسية لناحية الشمال. بالنسبة للدرج العظيم وسيناريو العرض عامة في المتحف، إحنا دايما بناخد قصة في السيناريو، يعني مش مجرد إن الكوليكشن بيتوزع أكوردنج للتايب بتاعه أو للماتيريال أو للنوع أو كده زي ما كان متداول زمان، لكن إحنا بنحاول إن إحنا نحكي قصة حكاية. بالظبط، زي ما حضرتك طبعا شايفة المساحة العظيمة بتاعت المتحف وارتفاعات الأسقف، فكان الهدف من الدرج العظيم إن هو يبقى بداية بتؤهل الزائر إن هو يمشي معانا في القصة اللي هيقابلها بعد كده في القاعات. وطبعا كان اختيار القطعة الأساسية بتاعتنا إنها تكون كبيرة الحجم، فتقدر تتلائم مع الشكل المهيب للمتحف ومع ارتفاع الأسقف وحجم السلالم. الدرج العظيم بيتكون من 108 درجة أو سلمة، ومساحته حوالي 6000 متر مربع، بيشتمل على 61 قطعة أثرية لمختلف الملوك. هو بيعرض السيمة الأساسية أو الموضوع الأساسي للمتحف وهو الملكية. بينقسم لأربع موضوعات، كل ما الزائر بينتقل لمرحلة في الدرج بيبقى بيستعرض قصة جديدة. كأنه الدرج دوت ترتيب هرمي معين. بالظبط. ففي أول قصة بنستعرض الهيئة الملكية، يعني هم الملوك في مصر القديمة دايما كان ليهم بعض الرموز والأشكال اللي بيتخذوها سواء في المناظر الخاصة بيهم أو في التماثيل، دي استمرت معايا طول الحضارة المصرية القديمة. يعني حتى لما جالي جنسيات مختلفة أخرى كانوا بيتخذوا نفس الهيئة اللي بيتخذها المصري القديم. من العلامات الملكية أو الهيئة الملكية مثلا العصيان أو الصولجانات اللي بيمسكها الملك في يديه، المذهبة دي اللي شكلها رائع، والمذبة علشان يقول إن أنا بسيطر على البلاد، إن أنا ملك قوي بأخضع أعدائي وبقدر إن أنا أنشر الرخاء والثراء في البلد. وطبعا الأحجار المختلفة خصوصا الأنواع الصلدة اللي استخدمها بعض الملوك في نحت تماثيلهم بتدل قد إيه فتراتهم كان فيها ثراء. يعني لما نلاقي تمثال بالحجم ده مثلا منحوت من الجرانيت أو البازلت، فده طبعا كان بيعبر عن المهارة الفنية للصانع المصري، وكمان عظمة الملك ده، وان هو ازاي مثلا ملك زي رمسيس الثاني ان هو ازاي كان بيروح للمحاجر في إليفانتين او في أسوان علشان يجيب الأحجار اللي هينحت منها التماثيل الخاصة بيه. طبعا الرموز الثانية زي التيجان، تاج الشمال وتاج الجنوب او التاج المزدوج اللي من خلاله بيقول الملك انا بسيطر على مصر الكافة سواء شمالها او جنوبها. قرص الشمس اللي دايما بيزين التاج الملكي علشان يرمز للمعبود الشمس راعة، او مثلا الرموز الملكيه اللي بترمز برضو لان هو ملك عادل بيشيع العداله في الارض زي ريشه العداله ماعت. طبعا هنلاحظ ان ملوك المصريين القدماء كانوا دايما بيبقوا مهتمين قوي ان هم يظهروا ويبرزوا الرموز دي في تماثيلهم، زائد كمان نقوش باسامي او خراطيش الملوك علشان نقول اساميهم ايه للشعب. طبعا رسمتي لي صور وحضرتك بتتكلمي صور جميله، يعني هي دي الفكره دايما اللي احنا بنحاول ننقلها للزائر، ان الاثر مش مجرد قطعه حجريه او خشبيه او غيره من المواد المختلفه، لكن هي وراها مغزى وراها هدف وراها قصه. يعني مثلا بعض التماثيل هنلاقي عليها اكتر من خرطوش لكذا ملك، لان كان في فتره من فترات مصر القديم بيعيد استخدام الاثار للملوك اللي سبقوه. فهتلاقي كذا اسره او كذا ملك خرطوشهم موجوده على نفس التمثال. احيانا كان بيبقى في قلائل مثلا او بعض المشاكل في البلاد، فعلشان الملك يقول ان انا بسيطر على البلاد وباخد الشعوب
الشعوب المجاوره ليا. هتلاقي مثلا ماسك التمثال في على القعده بتاعته تحت اقدام الملك، مصور لي حاجه اسمها الاقواس التسعه اللي بترمز لاعداء البلاد، فهو بيطئهم بقدمه كانه بيسيطر على اعداء كده، هو مسيطر على الاعداء ويستتب الامن في البلاد. فكل حاجه من دي بتبقى ليها رمزيه عند المصري القديم، بيحاول بيها ان هو يثبت دايما قوته وسيطرته وان هو ملك ناجح قدر ان هو يحكم شعبه بقوه. زائد بقى لما اتنقل للموضوع الثاني في الدرج العظيم، هلاقي الملك ازاي دايما كان بتصحبه المعبودات المختلفه. يعني اللي كان بيشكل فكر مصر القديم دايما هو الديانه والمعبودات المختلفه، الالهه واللي كنا بنتابع دوت حتى في كتب التاريخ، امون راع حتحور، الالهه المختلفه كل واحد منهم كان ليه رمزيه عند مصر القديم، وكل معبود كان ليه السلطه بتاعته ساعات كمان في اقليم محدد. فطبعا الملك وهو بيتصور مع المعبودات المختلفه، احيانا كان بيبقى في فترات بيبقى في معبود رسمي للبلاد، واحيانا كان بيبقى المعبود الاكثر شعبيه طبعا زي الاله رع والمعبود امون وغيره. فبنلاقي تماثيل للالهه مع او المعبودات مع الملوك باشكال مختلفه، طبعا دي تم العثور عليها في معابد كتيره في مصر في انحاء مصر جميعا، فبرضه من خلالها بيثبت الملك شرعيته على الحكم وان هو كان مختار من الالهه بالظبط، لان هو الملك في مصر القديمه في مفهوم مصر القديم هو رمز الاله على الارض. بالنسبه للموضوع الثالث او لما بوصل للدرج في المرحله الثالثه عندي، طبعا انا دلوقتي الملك كان بيقيم كثير من المعبودات والعناصر المعماريه الكثيره جدا مش مقابر بس، فتره زي فترات الدوله الحديثه كانت بتتميز بالمعابد الضخمه جدا اللي بنشوف فيها ناحيه هندسيه ومعماريه عند المصري القديم متميزه، ناس كتيره بتقف قدامها بتقول يا ترى الحاجه دي اتبنت ازاي؟ صحيح. يعني بتثير تساؤلات عديده. فطبعا في مجموعه من العناصر المعماريه بنستعرضها هنا، برضو هي عناصر ملكيه بتوريني الملك ازاي مثلا كان ممكن ينقش قرص الشمس المجنح علشان يقول ان هو في حمايه اله الشمس، او مثلا بيزين جبهته الصل الملكي او ثعبان الكوبرا اللي بيبخ السم فجل الاعداء. فكل الرمزيات دي بنحللها عن طريق الدرج العظيم لحد ما نوصل لآخر مرحلة أو آخر درج كبيرة بنشوف فيها الرحلة الأبدية للملك المتوفى. إزاي كان مصر تحنيط بقى بيحافظ على جثمان الملك المتوفى علشان يقدر يستكمل رحلته في العالم الآخر من خلال التوابيت المختلفة، إزاي كان بيقدم القرابين في المقاصير، والرموز دي كلها طبعا كمان بتفتح لي الفيو لجبانة الجيزة اللي هي يمكن من أكثر المناطق الأثرية شهرة في العالم أجمع، ونقدر نشوف أهرامات الجيزة ونشوف التوابيت، فنفهم فكرة مصر القديم إن هو رحلته في الآخر للعالم الآخر عن طريق حفظ جثمانه وعن طريق رحلته وسط الآلهة. وده يمكن أكبر سر في الحضارة الفرعونية. ده حقيقي ده السر دايما اللي حير كل الناس والعلماء دايما كتب فيه كتب وحكى عنه أساطير، يعني كل الأسرار دي طبعا المصري القديم أبدع فيها بصراحة. طيب ده الدرج العظيم، لكن احنا بقى منتظرين آلاف القطع الأثرية الجديدة اللي هيتم فتحها للزوار المصريين والأجانب ولكل مكان في العالم أول ما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي، بنتكلم عن كم قطعة؟ طيب خلينا نقول ان المتحف الكبير مش بس مجرد الكوليكشن المعروضه، يعني في المخازن الاثريه الخاصه بالمتحف مجموعه كبيره جدا من الاثار ممكن توصل ل 50,000 قطعه اثريه، طبعا ده استعدادا للمعارض المؤقته اللي هتقام ان شاء الله بعد الافتتاح والفعاليات المختلفه. لكن اللي موجود في العرض حاليا احنا معانا في الدرج العظيم زي ما قلت 61 قطعه، وطبعا بيسبقوا البهو العظيم برضو في بعض القطع الاثريه زي تمثال رمسيس الثاني وتماثيل من الاثار الغارقه لملك ملكة بطلميين وعمود الملك مرنبتاح اللي بيسجل انتصاراته العظيمة، وعشر تماثيل للملك سنوسرت الأول من الأسرة الاثناشر. في القاعات الرئيسية عندنا حوالي 14,000 قطعة أثرية، في قاعة الملك توت عنخ آمون فوق 5,000 قطعة أثرية اللي بتعرض كلها مجمعة لأول مرة في المتحف المصري الكبير. حضرتك قلتي لي مفهوم أو فلسفة مهمة جدا، وهي أنه الفكرة مش عرض مجرد يعني قطع أثرية أو ترصيصها كده زي ما احنا تعودنا في الثقافة بتاعتنا أو زي ما معمول بيه في دول كثيرة في العالم، الفكرة هي في القصة أو في الحكاية. عشان كده عايز أسأل حضرتك عن سيناريوهات العرض، هتعرضه إزاي؟ هو في توت عنخ آمون إحنا برضو بنمشي مع نفس الحكاية القصص زي الدرج العظيم، معنا خمس موضوعات أساسية. أول حاجة بنحكي الاكتشاف المقبرة وتاريخ الاكتشاف طبعا، وإزاي المقبرة تم العثور عليها. الناس دايما بتستغرب إن إزاي كم القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمون دي كانت محطوطة في مساحة صغيرة جدا في مقبرة توت عنخ آمون. بنوريهم من خلال نموذج
نموذج بمقاس واحد سكيل 1 تو 1 يعني بنفس قياسات المقبره الحقيقيه. وبنوريهم بالماتيريال الاركايفال بتاعتنا والصور الوثائقيه ان ازاي القطعه دي كانت محطوطه ومكدسه جوه المقبره، وبعد كده لما بيشوفها اتفردت من خلال القاعات، يعني اثار توت عنخ امون معروضه في مساحه 7000 متر مربع. 7000 متر؟ يعني وصدقيني احنا لو نقدر كمان كانت تبقى المساحه معقول، لان القطعه فريده جدا متميزه قوي، من حق كل قطعه ان هي تاخد مساحتها بتاعتها، الزائر يقدر يستمتع بيها. طبعا احنا عاملين ده يعني محققين مساحات كافيه حوالين الفاترين، ومحققين كمان مناضد اتاحه وميديا، وعن طريق التاتش سكرينز ان يقدر الزائر يعرف كمان ما وراء القطعه او القصه. لا خليني اسالك عن النقطه دي، لان انا ملاحظه انه في اهتمام خاص بموضوع التكنولوجيا. حقيقي. حتى العرض بتاع توت عنخ امون كانه احنا يعني في شاشه او قاعه سينما، شاشات عرض رهيبه، احدث وسائل التكنولوجيا المستخدمه، حاجه مبهره جدا استخدام كل التكنولوجيا. ايه الاطر والمحددات والعوامل اللي حطيتوها بقى في الاعتبار؟ هي التكنولوجيا طبعا ايه بنقول دايما سلاح ذو حدين، يعني هي بتنفعنا في ان احنا بنكمل قصه العرض. لو في جزء انا مش قادره ابينه بالقطع الاثريه اللي معايا فانا بكمله بالتكنولوجيا والميديا، لكن في نفس الوقت ما تطغاش على الجانب التاريخي الاثري. لان معظم يعني الزوار جايين يشوفوا الاثر نفسه، لكن انا بكمل لهم الحدوته وبعمل لهم زي انتربريتيشن او تفسير للقطعه من خلال الميديا دي. الميديا كمان مهمه والتكنولوجيا مهمه للشباب الصغير، يعني احنا مستهدفين دايما ان احنا نجذب الشباب، هم دايما هيبقوا همزه الوصل ما بين الماضي والمستقبل، فعلشان يحافظوا على تراثهم وينقلوا للاجيال القادمه لازم يبقى في حاجه بتمتعهم، يعني يقدروا ان هم يستمتعوا وهم في الزياره، ما يبقاش الموضوع مجرد وثائقي معلومات فقط. لازم يبقى في تفاعل، لازم يبقى في انتر اكشن ما بينه وما بين المعلومه اللي بتتقدم. فطبعا التكنولوجيا والميديا بتساعدنا في ده. احنا في القاعات الرئيسيه وفي قاعه توت عنخ امون بنستخدم كذا وسيله، منها زي ما ذكرت لحضرتك الشاشات اللمس، منها افلام مسجله، وطبعا مع العرض، وطبعا عندنا برضو اكسبيرينس ثانيه في قاعه منفصله للواقع الافتراضي او الواقع المدمج، بتقدم لي برضو قصه تاريخيه جميله قوي. وفي نفس الوقت الحاجات اللي بتيجي في العرض المؤقت زي التجربه الموجوده دلوقتي في المتحف الخاصه بالملك توت عنخ امون الاميرسيف اكسبيرينس، هي بتدي احساس للزائر ان هو مغمور جوه التجربه. يعني هي التاريخ كله والانتر اكشن محاط بيه من جميع قاعد شايف توت عنخ امون جنبه وحاسس بيتكلم معاه وبيحكي له قصته، فيبتدي ان هو يستمتع بالتجربه دي بحواسه كلها، سواء البصر او السمع او غيره. طيب في برضو حاجه ثانيه، لانه الجانب بقى الشخصي، حضرتك موجوده هنا من سنوات في المتحف، شعورك ايه؟ وان شاء الله ان شاء الله رحله تقترب من الخروج بقى للنور بكامل تفاصيلها والافتتاح النهائي. ده شعور لا يوصف الصراحه. انا بشتغل في المتحف من سنه 2010، فطبعا تتبعت المراحل كلها بتاعه المتحف من البدايه خالص. طبعا حضوري الانشاءات من البدايه ونقل الاثار وترميمها، ويعني احب طبعا اشكر واحيي جميع فريق العمل في المتحف المصري الكبير، مش عايزه انسى فيهم حد، واخص بالشكر كمان ادارتي، اداره العرض المتحفي. طبعا المراحل المختلفه اللي مرينا بيها وتنقيه القطعه واختياراتها بناء على سيناريو العرض اللي احنا حطيناه برده، والميديا والجرافيك ومراجعتها، يعني اقول لحضرتك كنا بنراجع كلمه كلمه وحرف حرف في الحاجه. لما ببتدي اشوف الزائر وهو جاي يشوف زي مثلا الدرج العظيم ده مفتتاحه دلوقتي، وبشوف الناس ازاي بتتفاعل معاه، الانطباعات رائعه، انطباعات طبعا جميله جدا، وببسط قوي كمان لما الاقي الجيل الصغير والاطفال مبسوطين وبيدوروا على المعلومه، يعني ان هم يقفوا يقروا بطاقه شرح او يقف يشوفوا حاجه في شاشه او كده، ويسالونا كمان اسئله، يعني ممكن يخلي المرافق اللي معاه في الجوله يدور على اجابات هو ممكن ما كانتش جايه في باله يعني. وندور ونتواصل مع الزائر ونديله ردود المعلومات دي. طبعا شعور ده في حد ذاته مكسب وانجاز كبير جدا، انه الاطفال او في السن الصغير ده يرتبطوا بتاريخهم ويبقى عندهم الوعي بقد ايه حضارتهم عظيمه. ده في حد ذاته شيء مكسب لا يقدر بثمن. ده حقيقي. كمان هما بيوصلوا لنا يعني بيمثلوا شكل من اشكال الدعايه. يعني لما بنلاقي ناس بتاخد صور على الدرج العظيم وفي مدخل المتحف وغيره وبتحطها على وسائل التواصل المختلفه، فبالتالي الناس بتبتدي تتساءل، طب انا ممكن اجي، ممكن اشوف، طب احنا هنشوف ايه، طب فبقى في شغف عند الناس كلها. وده الهدف الاساسي للمتحف الكبير بصراحه، ان احنا بنقول احنا صرح ثقافي مش مجرد متحف. مش عايزين نبقى بالفكر القديم ان هو مجرد الزائر بيجي يستطلع القطع، لا هو هيجي يدينا هو كمان معلومه،
يساعدنا، لازم يبقى فيه دمج مجتمعي وثقافتنا تبقى مدموجة معانا في المتحف. بيتوجه له مختلف الأنشطة هنا في المتحف سواء للأطفال أو الكبار أو غيرهم. بيبقى فيه أجندة فعاليات لازم المواطن المصري يشارك فيها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتينا. ميرسي جدا، شكرا. ميرسي. الكبير في التشغيل التجريبي أبوابه مفتوحة للجميع، مصريين، أجانب، كبار، صغار. أنا هنا مهتمة بالصغار السن أو الأطفال، المرحلة العمرية دي الحقيقة موجودة بشكل كثيف في المتحف المصري الكبير. مهم جدا الأطفال دول النهاردة يجوا يتعرفوا على حضارتهم. هنا في المتحف المصري الكبير في حرص كبير على أنه يكون في أسئلة تثار في عقول الأطفال والشباب عن هويتهم، حضارتهم، ثقافتهم، تاريخ أجدادهم. يسألوا نفسهم هم مين، يسألوا نفسهم عن الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين بكل مراحلها، بكل تفاصيلها، بكل أسرارها اللي بتجذب العالم كله. الصغار والأطفال النهاردة في المتحف المصري الكبير موجودين في رحلات مدرسية، في اهتمام خاص بيهم من خلال عروض مختلفة، حاجات تناسب طريقة استيعابهم وتناسب اسلوب حياتهم وتناسب حتى يعني اهتمامهم المتزايد بالتكنولوجيا والأدوات المعاصرة. هنا في المتحف المصري الكبير في متحف خاص مخصص للطفل. معايا النهاردة الأستاذة إيمان أبو الحسن، مدير متحف الطفل بالمتحف المصري الكبير، منورانا على شاشة المحور. شكرا جدا، شكرا قوي، انتوا اللي منورينا في المتحف الكبير. الأول قوليلي يعني ايه متحف الطفل؟ متحف طفل من اسمه هو متحف للأطفال، خاص بالأطفال. يعني ايه بقى؟ لو انت روحتي اي متحف تاني بيبقى الحاجة المهمة فيه او الكنز بتاعه هي المعروضات بتاعته. يعني مثلا متحف التحرير معروضاته هي كنزه، متحف الأطفال كنزه هم الأطفال، لأن المتحف قايم ليهم، معمول عشانهم. أي حاجة جوه متحف الأطفال مخصصة لسنهم. يعني إيه كمان متحف أطفال؟ في المتحف العادي بتلاقي كلمة ممنوع اللمس، بليز دونت تاتش، لكن في متحف الأطفال بيبقى لازم فيه من فضلك المس، من فضلك تفاعل، تعال وجرب، علي صوتك، اتبسط، افرح، جرب، العب، لانه الاطفال مش هيستوعبوا غير كده. مستحيل تجبر طفل انه ما يلمسش او ما يتحركش. بالظبط، هو ده اللي قايم عليه متحف الاطفال. وفي مصطلح بيبقى بيستخدم في متاحف الاطفال اسمه playful learning، اللي هو التعليم عن طريق اللعب. يعني انت جاي تلعب، انت مش حاسس ان انت بتعمل حاجه تاني، انت بتلعب بس، وانت بتلعب انت بتتعلم حاجات كتير. تتعلم وانت بتلعب. تعلم ايه بقى؟ اي في المتحف عندنا بقى، متحف الاطفال، متحف الاطفال عندنا مساحته 3465 متر مربع، وبيوجد في قلب المتحف الكبير. يعني بالظبط لما تطلعي الجراند ستيرز بيكون على ايدك اليمين. بتلاقي جواه ايه؟ جوا المتحف في قاعه عرض رئيسيه، وفي مكتبه، وفيه غرفه للارتس اند كرافت، يعني تدخلي تعملي اكتيفيتيز، وفي قاعه مسرح، وفي 6 فصول دراسيه عشان الاكتيفيتيز. في قاعه العرض الرئيسيه بقى بنلاقي ايه؟ بنتعلم عن بالظبط نفس اللي احنا بنتعلمه في المتحف المصري الكبير، اللي هي الحضاره المصريه القديمه او التاريخ المصري القديم منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني. طب ده بتعلموه الاطفال ازاي بقى؟ بيستوعبوا المعلومات دي ازاي؟
هديكي مثال علشان من غير ما نبقى بنتكلم كلام مش يعني مجرد كلام علمي. هنختار مثال من لعبة موجودة جوه المتحف الكبير. اللعبة دي اسمها هي لعبة تكنولوجي اسمها عثر على الموقع الأثري. بيلاقي فيها ايه؟ هو اول ما بيفتح اللعبة يلاقي خريطة مصر ويلاقي خمس مواقع أثرية علماء الآثار عملوا حفاير فيها. بيضغط عليها يطلع له لبس عالم الآثار، الأدوات اللي بيستخدمها عالم الآثار، ومعلومات عن الموقع نفسه اللي هو فتحه. كل ده في خلال لعبة بيدوس عليها وبيضغط زراير وبيطلع له حاجات. بالظبط، هي شاشة تكنولوجي محطوط عليها كل المحتوى الأثري العلمي اللي معمول عليه ريسيرش دقيق واللي مكتوب بجمل قصيرة وممتعة تخلي الأطفال عايز ياخد الخطوة اللي بعدها. عربي ولا إنجليزي بقى؟ في اللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. حلو قوي. طبعا هي اللغة الرسمية للمتحف وخصوصا للأطفال هي اللغة العربية، واحنا حريصين ان احنا نستخدم اللغة العربية جوه المتحف وخصوصا للأطفال لكذا سبب. الله يفتح عليكي. مبدئيا لانه احنا في خضم بحثنا عن يعني اللغات المختلفة والحضارات المختلفة ساعات بننسى لغتنا وهويتنا، فالأطفال دول مش هنضحي بيهم. هو نفس فكرنا، احنا حريصين جدا ان الأطفال هم اكتر فئة يسمعوا الشرح ويلاقوا الشرح باللغة العربية. مبادرة رئاسية ان احنا نتكلم عربي. في مثل عندنا بيقول التعليم في الصغر كالنكش على الحجر. صح. فانت لو عايز تعلم الاطفال علمهم من البداية، فخليهم يتكلموا عربي. لو انا عايز احكي لهم عن الهوية المصرية مفيش وسيلة تانية ان انا احكي بيها غير بالعربي. بل عايز اقولك ان في اللغة المصرية القديمة في بعض الكلمات بيعود اصلها للعامية او بتتحرف لحد ما توصل للعامية. لو انا عايز اشرح له ده يبقى اشرح له بالعربي. صحيح. الكتابة الهيروغليفية كمان برضو قريبة من اللغة العربية، حرف العين بتلاقيه في اللغة العربية، فاحنا لو عايزين نشرح ده الاطفال عايزين نشرحه بالعربي. طب اقول لك على حاجة، مش بس كده، الاطفال اللي هم بيدرسوا في انترناشونال حتى لو الاطفال اللي عايشين برا مصر هم اكتر فئة محتاجة تيجي المتحف عندنا وتسمع اللغة العربية، ترتبط بجذورها وترتبط بلغتها. انا عايزة الطفل يجي يبقى فخور باللغة العربية. انا بتمنى ان الاطفال تيجي تقول لنا اشرح لنا بالعربي، انا بتكلم اللغة العربية، انا في مصر، لان هي دي لغتنا في مصر ولازم نبقى فخورين بيها. يعني مصر تعاقب عليها احتلالات بس برضو لغتنا زي ما هي، محدش قادر يجي علينا، محدش بيأثر فينا. بالظبط. فده حقنا ان احنا نقول احنا فخورين ان احنا بنتكلم عربي. فالمتحف الاطفال فيه لغتين لانه كمان بيرحب بالزائر الاجنبي. فاحنا عندنا لغتين، اللغة العربية واللغة الانجليزية. حلو قوي. بقيت بقى الالعاب بتشرحوا لهم ايه من خلال الالعاب؟ يعني انت شرحتي لي مثال حلو جدا لو اعثر على الموقع الاثري، ايه كمان؟ هديكي مثال كمان، في حاجات هاندس اون اللي احنا عايزين الطفل يستخدم ايديه، لان دايما فيه اعتقاد او اعتقاد، يعني احنا مصدقين ان لو ايدك اشتغلت قلبك هيتحرك فعقلك هيتحرك، ترابط كده بين التلات حاجات دول. لو احنا حركنا مشاعرك لحاجه وخليناكي تعمليها بايديكي خلاص عقلك عارفها من غير ما نقعد نتكلم بقى ونشرح ووسائل الشرح الممله العاديه. ففي حاجه دايما بيبقى المصريين مش عارفين، هل المصريين القدماء كان عندهم آلهة؟ فاحنا بسطنا لهم خالص مع موضوع الاعتقادات عند المصري القديم والمعبودات اللي هو كان بيختار رموز من حواليه من الطبيعه، الرموز دي كان بيشوف فيها القوه. صقر حورس قوي جناحاته كبيره بيشوف لمسافات بعيده. ده بدل بقى السوبر هيروز اللي الاطفال دلوقتي يعني مجانين بيها. بالظبط. وبدانا نبسط لهم المعلومه ونشرح لهم التحنيط اللي لحد دلوقتي مش عارفين سره ايه، عملنا لهم ترابيزه وخلينا الترابيزه دي تفاعليه بيحل لغز، الاول كتبنا له لغز عليه ان هو يحلها ويحط اجزاء الجسم الصحيحه اللي المصري كان بيشيلها في التحنيط في اماكنها، بعد كده يقوم بالخطوه اللي بعدها ويبدا يحطها جوه التابوت اللي المصري القديم كان بيحطه. مشيناهم مع فكره التحنيط وان المصري القديم كان عنده اخلاق. المصري القديم كان دايما بيقول انا لم الوث ماء النيل، فكان دايما عشان يدخل الجنه كان ليه 41 اعتراف انكاري بيقول فيهم انا لم افعل كذا، انا لم افعل شرا، انا لم اؤذي جاري. ده كل ده من ضمن الاعتقادات اللي تخليه يدخل الجنه. كلها مفاهيم خيره. فلما تعمليها بشكل ممتع للاطفال ممكن هو في يوم يمشي يقول انا زي المصري القديم، انا لم الوث مش هرمي حاجه في الميه، مش هرمي حاجه في الارض. بالظبط. هو كده بالظبط. حاجه كمان حلوه قوي عملناها برده في متحف الاطفال، عملنا لهم لعبه تكنولوجي عن فنار الاسكندريه. لحد دلوقتي احنا مش متاكدين من الطريقه
اللي كان وقتها الناس بتنور الفنار، فعملنا لهم تكنولوجي وهو عليه ان هو يلعب فيها، وسيلته ان هو يرشد السفن، لان فايدة الفنار كان ارشاد السفن، يرشد اكبر عدد من السفن عشان تدخل الميناء بسلام من غير ما طريقها تفقد طريقها. وقلنا له فيها ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين الطريقة اللي كانوا بيستخدموها للانارة، انت بقى بشطارتك، احنا دلوقتي سامعين صوت كبير. ايوه دي افواج، دي افواج على ما يبدو كبيره كده داخله دلوقتي واحنا بنتكلم اطفال. زيارات مدارس بتيجي تزور متحف الاطفال وبنعمل لهم اكتيفيتيز فيها كمان. انا حاسه في كلامك شغف كبير ومن قلبك يعني. دي حقيقه، من اول مره اشتغلنا فيها متحف الاطفال التيم كله بنفس الفكره، اللي هو احنا عايزين نعمل لهم حاجه بحب عشان توصل لهم بحب، عشان هما بالذات لو ما كانتش الحاجه معموله بحب مش هتوصل لهم. طب احكي لي عن ردود افعال الاطفال، يعني بتحسي ان هما داخلين بقى مستوعبين الافكار اللي انتوا حاطينها بكل عنايه وبكل حرص، وحاسين ان هما مبسوطين وما بيتعرفوا على تاريخهم؟ جمل مثلا اتقالت لك على لسان الاطفال ايه؟ بعض الامثله مثلا، اول ما بيجوا الموميا فين؟ عايز الموميا على طول. وفعلا احنا استغلينا الشغف ده ان في اكتيفيتي معموله عشانها، بنعرفهم من البدايه خالص ليه كان بيحنط، ليه حنط الجثه، ليه حافظ عليها، بيستوعبوا الافكار دي. على فكره بيبقوا مستمعين كويسين جدا وبيجاوبوا على الاسئله بمعلومات صحيحه كتير منهم، لانه بيدرس ده في التاريخ. والبرامج اللي احنا بنعملها بنحاول نجيب بيها نقطتين، اول نقطه انها تكون مرتبطه بالقطع الاثريه الموجوده جوه المتحف، ثاني نقطه انها تكون مرتبطه بالمناهج الدراسيه اللي هم بيدرسوها عشان ما يحصل لهمش ارتباك. بالظبط، يعني هم بياخدوا معلومه في المناهج الدراسيه، احنا بنعمقها اكتر وبنخليها تفاعليه بايديهم اكتر. وفعلا الموميا هو عملوا اكتيفيتي معاها. قالوا لك ايه تاني غير فين الموميا؟ اوكي هقول لك على حاجه تاني، كنا واخدينهم معانا دايما، الاطفال تحب تيجي ورا الكواليس يشوفوا بقى اللي ورا بيعملوا ايه، يعني بس مش عايزين اللي قدامهم. فكنا عملنا برنامج عن اللي هو المرمم، المرمم بيعمل ايه للقطعه عشان يوصلها لنا بالشكل ده وتتعرض في شكل نهائي. فخدناهم معانا معامل الترميم، لبسناهم بالطو بقى وجلافز وعرفناهم ايه الرولز المفروض. بصي مثلا احنا عندنا هنا نموذج، هو قاعد يقرا يبص في تاريخ القطعه الاثريه ويبص في الستوري بتاعتها. بصي هو دلوقتي دول بيعملوا اكتيفيتي اسمها اكتشف المتحف. دي اكتيفيتي انتوا اللي عاملينها؟ دي اكتيفيتي احنا اللي عاملينها. لغز فيه عباره عن مجموعه من الاسئله، بيتقسموا تيمز وكل تيم بيحاول يجاوب على السؤال واجابات الاسئله في حتت متفرقه من المتحف. ينزلوا المتحف ويبداوا يدوروا بنفسهم. فاحنا كده بقى ما ادينا لهمش المعلومه دايركت، انت خليتيه هو اللي يدور. فهو اللي هيجي بدل ما يعدي على البانل او على لوحه الشرح كده، لا ده هو هيقراه عشان يطلع اجابه السؤال. دي هتثبت في دماغه. هيبص ويضيع وتبص في التفاصيل عشان يلاقي اجابه السؤال اللي هي اوريدي موجوده. فهو كده اتعلم وهو مستمتع وبيلعب وبيحل لغز. هرجعك بقى تاني اللي كنت بتحكي لي عن بقيه الجمل. في معامل الترميم خدناهم معانا ورا الكواليس، لبسناهم زي المرمم ما بيلبس، قلنا لهم القواعد اللي لازم اتباعها عشان ندخل عند القطع الاثريه. وعايز اقول لك اللي بيقول مثلا ايه الاطفال هرجله هيكسروا الحاجه، بالعكس لما قلنا لهم القواعد المفروض يعملوها عشان القطعه التزموا. دي عشان القطعه دي غاليه علينا وده تراثنا وتاريخنا ولازم نحافظ عليه، التزموا جدا ونفذوا كل المعلومات بحذافيرها. دخلوا معانا سمعوا للمرمم، وراهم بعض الادوات اللي بيستخدمها وشرح لهم هو بيعمل ايه، كانوا منتبهين جدا حتى الماتيريالز اللي كان بيستخدمها المرمم. طلعوا بقى عملوا حاجه بايديهم. كان ساعتها بيعملوا شكل الميكروسكوب، لان الميكروسكوب من ضمن الادوات اللي المرمم بيستخدمها، ممكن الحاجه يشوفها بعينيه حاجه وبعد الميكروسكوب يقرب منها حاجه ثانيه. وبعدين في النهايه كنا عايزين نعرف الفيدباك بتاعهم. ايوه قولي لي الفيدباك. فجبنا نوت بوك وحطيناها قدامهم وقلنا لهم اللي عايز يكتب حاجه يكتب، اللي عايز يقول رايه يقول، اللي كان نفسه في حاجه وما لقاهاش يقول عشان نخليها له المره الجايه، ولو في حاجه عجبته يقول. حد منهم كتب انا خلاص عرفت الوظيفه المستقبليه بتاعتي، انا هبقى مرمم. طب ده شيء رائع على فكره. احنا بنضحك وموقف كوميدي بس هو في قيمه كبيره وراه. انه الاطفال ترتبط بتاريخها وترتبط بمعلومات مرتبطه بحضارتنا، ده شيء، ده انجاز. مش بس كده، عايزه اقول لك ان في حاجه في تعليم الاطفال اسمها ستيم، ساينس تكنولوجي انجينيرنج ارت اند ماس. احنا بنعمل ده جوه تحت في الاطفال لان دي حاجات بتهم الاطفال وبتشد انتباههم. فواحده من الاطفال كتبت لي او كتبت لنا يعني في النوت بوك، انا ما كنتش عايزه اجي، كنت بقول لمامي ان انا مش جايه، بس لما جيت ولقيتكم عاملين حاجات عن الساينس
كنت هندم قوي لو ما جتش. وحد تاني هم شافوا حاجه كان في المرممين قطعه نسيج للملك توت عنخ امون كان عليها نقطه ابيض. فالمرممين تخيلوا انها نقطه حبر بس بعد تحت الميكروسكوب اكتشفوا انها غلاف الحشره، يعني الحشره اللي كانت بتاكل في النسيج الغلاف بتاعها فضل على النسيج بتاع توت عنخ امون. فواحده من الاطفال بقى رسمت نسيج لتوت عنخ امون والحشره راحت تاكل من النسيج وهي زعلانه على اللي بيحصل. ففعلا فعلا بيعملوا حاجات خارج التوقعات خالص، واحنا مبسوطين، يعني احنا نفسنا فعلا نطلع جيل مرتبط بتاريخه طبعا، عارف هويته، يقول للعالم كله انا مصري بفخر، انا بتكلم عربي، انا عندي هويه كبيره، احنا بلد فيها تراث كبير جدا وتاريخ عظيم. لازم الجيل اللي طالع يبقى عنده ثقه ان هو في بلد عظيم وان هو عنده تراث مش قليل جدا بل بالعكس تراث كبير، وكمان ان احنا بنتكلم العربيه لان اللغه العربيه لغه مهمه جدا، و يعني مش عايزه اقول بقى انها احدى لغات الامم المتحده ولا انها اللغه الرسميه، دي لغتنا صحيح. ولغه القران، فالمفروض ان كل الاطفال تبقى فعلا مرتبطه جدا بكل ده، تراث عظيم وحضاره عظيمه، وانا فخوره جدا بكل اللي انت حكيتيه وبشكرك شكرا جزيلا. ميرسي جدا، واهم حاجه ان هم ينبسطوا، يعني هم يجوا ينبسطوا دي اي حاجه، كلهم مبسوطين. ده اللي نفسنا فيه صراحه. بشكرك، ميرسي جدا. المتحف المصري الكبير بكل المقاييس هو صرح ثقافي وتاريخي وأثري رائع جدا ومميز جدا وفريد من نوعه. كمان في حرص هنا من كل القائمين في المتحف على توفير تجربة مختلفة وتجربة فريدة للزوار. ايه اللي بيحصل من اول ما الزائر يدخل المتحف، وايه طبيعة الآثار اللي بيشوفها، او ايه المحتويات وايه الأقسام والأجنحة المختلفة اللي بيمر عليها؟ هنسأل الأستاذة منى طاهر منسقة العلاقات الدولية وخدمات الزوار. أهلا وسهلا بك على شاشة المحور. أهلا بحضرتك. احكي لنا الزائر أول ما بيدخل المتحف المصري الكبير أول حاجة بيشوفها إيه؟ تمام، خلينا نتكلم عن تجربة الزائر من بداية ما هو في البيت أصلا قبل ما يجي المكان. عنده خيارين، إن هو يقدر يعمل الحجز بتاعه من خلال الموقع الإلكتروني اللي إحنا بنقدر نوفره بشكل جيد جدا وفعال مع الزوار، إن أنا أقدر أختار الزيارة بتاعتي ووقتها إيه والمدة بتاعتها قد إيه، فبالتالي انا ببقى جاي عارف انا هعمل ايه وخطواتي مرتبه. بالاضافه ان انا كمان ممكن قبل ما اعمل على يعني لو مش حابب ان انا اتعامل بالموقع الالكتروني باجي في المكان في مبنى التذاكر بقدر اقطع منه التذكره بتاعتي برضو باختياري انا، فكره الزياره ومدتها والحاجات اللي انا هقدر اشوفها ايه. وبعد كده ببدا اخش بقى للساحه الخارجيه للمتحف المصري الكبير، اللي اول قطعه اثريه هتقابلنا فيها هي الميدان المسله المعلقه.
وهي مسلة الخاصة بالملك رمسيس الثاني. طبعا الملك رمسيس الثاني بشكل كبير ليه نصيب الأسد في المتحف المصري الكبير، لأنه هو طبعا فترة حكمه كانت فترة طويلة، وأنه كان ملك برضو مميز جدا في الحضارة المصرية القديمة. كمان هنشوف المسلة المعلقة بشكل مختلف، بتصميم مختلف تماما عن اللي احنا كلنا متخيلينه واللي احنا بنشوفه بشكل عام. بعد كده هندخل على الواجهة الرئيسية بتاعتنا اللي هي فيها 7 أهرامات. طبعا الرمز الهرمي هو جزء أساسي من تكوين المتحف المصري الكبير، اللي هو رمزيته طبعا في الحضارة المصرية القديمة برمزية كبيرة جدا. بعد كده هنقدر نخش نشوف أول قطعة أثرية داخل المدخل الرئيسي، وهو الملك رمسيس الثاني وهو بيرحب بالزوار اللي احنا واقفين عنده دلوقتي. بالظبط، هو أوكي. أول قطعة هترحب بالزوار، استقبل الناس كلها. بالظبط، الملك بشخصه هو اللي بيرحب بالزوار، بنقول لهم هنبدأ الزيارة بتاعتنا من هنا. فبالتالي طبعا هي استقبال جيد جدا وطبعا مميز، استقبال ملكي أكيد طبعا، لان هم اكيد زوار المكان مختلف، هم زوار يعني مرحب بيهم جدا تماما. كمان بعد ما هنشوف طبعا رمسيس الثاني هو بيرحب الزوار، هنشوف بعديه كمان مجموعه من القطع الاثريه في المدخل الرئيسي. في قطع مختلفه منها هي بتحكي ايه فكرتها، بتحكي الملكيه، وهو الملكيه ده حاجه اساسيه في سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير. هنشوف مجموعه ثانيه من القطع زي مثلا عمود الملك ميرنبتيح، طبعا هو ابن الملك رمسيس الثاني. في كمان مجموعه للتمثال البطالمة، ملك وملكة من العصر البطلمي. في مجموعة تانية زي القطع الأثرية الخاصة بالملك سنوسيرت، هم 10 تماثيل ما تم عرضهم على الدرج قدامنا هنا. ففي مجموعة كبيرة جدا في القطع الأثرية الحقيقة معروضة في المتحف الكبير، بتعرض مواضيع مختلفة برسمات فنية مختلفة عشان الحضارة كلها تبقى معروضة بشكل فعال وتفاعلي مع الناس، يعني هقدر أشوف بعيني وهقدر أتفاعل كمان خلال الزيارة إن شاء الله. طيب دي المحتويات أو دي الآثار اللي مفتوحة دلوقتي للزائرين في مرحلة التشغيل التجريبي، ايه اللي هيشوفه الناس لما يتم افتتاح المتحف بالكامل؟ تمام، خلينا اوضح لحضرتك. طبعا احنا زي ما احنا واقفين هنا في من النقطه دي بالظبط، احنا عندنا جانبين، الجانب اليمين على ايدينا هيبقى مبنى المؤتمرات والجزء التجاري الخدمات التجاريه، كمان الجزء اللي على ايدينا الشمال هيكون خاص بقاعات العرض. احنا عندنا 5 قاعات عرض اساسيه ده بعد الدرج، يعني ورا الدرج. احنا بنبدا قاعات العرض بتاعتنا بتبدا من الدرج العظيم. هو القاعه يعتبر قاعه مفتوحه، بدايه العرض المتحف الفعلي للمتحف المصري الكبير، بنطلع منه عندنا على ايدينا اليمين وعلى ايدينا الشمال في قاعتين خاصين للملك توت عنخ امون، كاملين لاول مره الكوليكشن كامل او المجموعه كامله، لم يعرض من قبل. في جزء كان معروض في المتحف المصري بالتحرير، وكمان بقى جزء كبير جدا ما كانش تم عرضه، يعني ما تمش العرض قبل كده، فطبعا معمول بشكل مختلف يعني بتقنيات مختلفه، باسلوب عرض مختلف تماما، تفاعلي طبعا عشان يتناسب مع الجيل، لان هو طبعا الجيل الجديد هو ده احنا بنستهدفه رقم واحد، عشان هم يبقوا عارفين حضارتهم وعرسهم كبير. عارفه غريب جدا وفي نفس الوقت ممتع انك تسمعي التاريخ بطريقه تكنولوجيه جدا، وبطريقه يعني احنا لحد النهارده اصلا لما بنشوف يعني افلام او ماده بتعرض بطريقه الواقع الافتراضي ومش عارفه الاميرسيف تكنولوجي، كل ده احنا بنستغربه ولسه عقلنا مش قادر يستوعبه، ما بالك بقى لما بنشوف التقنيات دي وهي بتسرد وتفتح قدامنا تاريخنا على مدار الاف السنين، وتشوفي ملوك فراعنه وقدماء المصريين كانهم قاعدين جنبك وحاضرين معاكي وشايفه حياتهم وتفاصيلهم، مبهره بكل بكل معنى الكلمه. اكيد فعلا، احنا طبعا دلوقتي بنستضيف الفعاليه الخاصه بتجربه العرض التفاعلي للملك توت عنخ امون. لو فعلا شفنا الناس هم بيشوفوا العرض قد ايه مهووسين مبهورين، قد ايه ان انت كمان حضرتك وانت موجوده في القاعه بتقدري انت بتتاخدي معاهم في حاله كبيره، يعني حاله مختلفه، وكانك بتمشي في الحياه اللي كانوا هم عايشينها، ازاي كانوا بيتحركوا وانت عينك بتروح معاهم. ففكره التفاعل ده مختلف، لان كمان الجيل الجديد بيحب جدا فكره التفاعل، مش ان انا داخل هشوف قطع اثريه حاجات مرصوصه وخلاص، لا ولا القطع ولا الشرح، حتى الشرح الليبل المشروح او بطاقه التعريف مختلفه تماما عن ما بيخليهمش يتخيلوا ولا يفهموا المشهد كان عامل ازاي. عايز حد يكون متخصص او باحث في الاثار، لكن دلوقتي احنا بنخاطب الفئات كلها بشكل عام، لان المتحف الكبير هو بيستهدف جميع الفئات بكل القدرات والاهتمامات، فبالتالي لازم هتكلم مع الشباب، هتكلم مع الباحث، هتكلم مع المهتم العادي، ففي فئات مختلفة لازم نوصل لها، وعشان تبقى فعلا تجربة مختلفة ان انا هقدر اكلمك بكل تفكيرك واهتماماتك واوصل لك ان التجربة دي مش يعني فعلا لازم هتسيب علامة عندك. فدي جزء برضو ايموشنال شوية، الجزء المعنوي والتفاعل المعنوي مع الطلبة او الزوار بشكل عام تبقى مختلفة تماما، والفيدباك بتاعها او مردود فئة بتاعها مردود إيجابي جيد جدا.
طيب مراحل بقى اللي اشتغلتم، الرحلة الطويلة، رحلة المتحف المصري الكبير لحد ما وصلنا النهاردة انه المتحف مفتوح بشكل تجريبي والمكان يعني قائم بشكل قوي والناس مبسوطة جدا وسعيدة وهي بتتجول فيه، المراحل السابقة كلها. تمام، خلينا نقول ان طبعا المتحف المصري الكبير هو خد فتره طويله جدا، هو من فكره بدايه او حجر الاساس كان من 2002 وطبعا بدايه العمل فيه وتهيئه الارض وازاي بداوا اول مرحله خالص كان او كان اول مبنى في المكان هنا في المتحف المصري الكبير كان مركز ترميم اللي هو طبعا كان لازم يبقى رقم واحد لان المكان اللي هيستقبل القطع الاثريه اللي بيتم صيانتها وتجهيزها للعرض المتحفي في القاعات الرئيسيه بتاعتنا. فكان اول جزء او كان اول مبنى هو كان المركز الترميم، كان تم افتتاحه 2010 انتهاء من العمل فيه وتشغيله بالفعل، وبعد كده بدأنا الجزء الثاني جزء الانشائي او المبنى اللي احنا واقفين فيه المبنى الرئيسي للمتحف اللي معمول بتصميم هرمي برضو سامح بدخول الضوء والهواء بطريقة الهدف منها كان الاستدامة زي ما انا فهمت. لان فعلا المتحف زي ما يعني حضرتك متابعة طبعا فكرة التنمية المستدامة وفكرة ان احنا برضو المتحف تحقق مجموعة من شهادات الايزو في المبنى الخاص بيه والاستخدام فيه، فبالتالي كان هو بيحقق الاستدامة وان هو قد ايه محافظ وازاي القائمين على العمل هنا قادرين ينفذوا حاجة زي كده وتطلعي مشروع جديد. فكروا في كل تفصيلة كبيرة وصغيرة وفعلا تفصيلة، لو نعرف كل تفصيلة ايزو او تفصيلة فكرة التنمية المستدامة وتطبيقها في المكان وازاي ان هو اول مبنى اخضر في المتاحف المصرية، فكانت ان هو فكره المتحف المصري الكبير اتطبقت فيه، فده حاجه فعلا دقيقه والعمل بوعي كبير جدا. فعلا القائمين على المشروع هم مؤمنين بيه وهم حابين يطلعوا مشروع جديد ومختلف للحاضر، طبعا هو فخر للحاضر والمستقبل وكمان احتراما للحضاره اللي بتحكي عنها المتحف الكبير. فاول حاجه كانت الترميم مبنى الترميم، وبعدين من 2010 بداتوا بقى استقبال القطع الاثريه. بالظبط 2010 كانت الانتهاء من مركز ترميم وبدايه العمل فيه، واستقبال القطع الاثريه بقى طبعا كان اكتر من 50,000 قطعه اثريه تم استقبالها وترميمها وتجهيزها، طبعا زي ما احنا عارفين انها اوريدي خلاص جزء كبير جدا تم تسكينه او وضعه ورصه في القاعات الرئيسيه بتاعتنا. كان الملك توت عنخ امون او في القاعات الرئيسيه الخاصه بالمتحف. ممتاز، وانا متشوقه جدا بصراحه للافتتاح وان احنا نشوف كل القطع الاثريه دي، وبشكرك شكرا جزيلا نورتينا. ميرسي. المتحف المصري الكبير الحقيقة مش بس مشروع الهدف منه هو الحفاظ على تراث المصريين وحضارة أجدادهم وترميم الأثار اللي بتعود إلى آلاف السنين، وإن كنا في المجال ده حققنا نجاح كبير وقدرة الحقيقة وجهد كبير قوي في وجود 50,000 قطعة أثرية بعضهم عرض من قبل والبعض الآخر لم يعرض، وبشكل عام كل القطع الأثرية دي حصل لها عملية ترميم دقيقة جدا بشكل علمي جدا بجهد كبير قوي عشان يتم الحفاظ عليها من عوامل الزمن. مش بس أهمية المتحف المصري الكبير في عملية الترميم اللي حصلت والقدرة على الجمع العدد الكبير دوت من القطع الأثرية وعرضها بطريقة مشوقة وبطريقة جذابة ويعني استخدام الوسائل التكنولوجية، وإن كان كل ده مهم، الحقيقة أهمية المتحف المصري الكبير وأهمية المشروع العملاق ده اللي أنا مصممة إنه مشروع قومي له مكانة كبيرة وله رمز كبير قوي ويولد دلالة كبيرة، هو قدرتنا ان احنا نحتفظ بتاريخنا وقدرتنا ان احنا او بيعكس قدرتنا ان احنا نستمر في حضارة عمرها الاف السنين عمرها ابدا ما هتموت، وفي نفس الوقت مواكبة كل الظروف والتحديات اللي احنا بنمر بيها سواء في مصر او في منطقة الشرق الاوسط. المتحف ده لما يتم افتتاحه بشكل كامل، احنا لسه في مرحلة التشغيل التجريبي او التمهيدي، لكن المتحف ده لما يتم افتتاحه بالكامل هيشكل طفرة ونقلة في قطاع السياحة في مصر. متوقعين العدد الزوار اللي هيجوا من كل مكان بالعالم، ان كان احنا النهاردة والتشغيل تجريبي والاقبال كبير والناس حريصة جدا انها تبقى متواجدة. بعد الافتتاح الكامل وعرض القطع الأثرية عشرات الآلاف من القطع الأثرية، معارض مؤقتة، متحف للطفل، أجنحة مختلفة، أقسام مختلفة بتعرض وتسرد كل مرحلة من تاريخ عظماء المصريين. بعد الافتتاح ده ما يتم بنتكلم عن نقلة
نوعية في مجال السياحة بشكل كبير جدا. بنتكلم عن قطاع بيشكل مصدر مهم جدا من دخل المصريين، ويستحق ان احنا نكون فيه في مكان مختلف، ويستحق المزيد من الجهد. وعندنا كل المقومات، وعندنا كل العناصر، وعندنا كل نقاط القوة اللي نقدر بيها نكون في المكان الأول في المنطقة بالنسبة للسياحة. بكل تأكيد لا شك أنه افتتاح المتحف المصري الكبير هيشكل نقطة مهمة جدا ومنعطف مهم جدا في قطاع السياحة في مصر، ده غير أنه صرح ثقافي هو الأكبر في العالم. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.